الله يرفعك. لا 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 مو بتقديم، ابي اتقدم انا وياك شوي بس. تفضل. بكل حب في شيء بكل حزن حقيقه. طيب. يعني انا احب اعلن لك طال عمرك من هذا المنبر ممتاز بعد اسقاطه الجاسوس ان هنالك اربع ضحايا الان موجودين معنا. حلو. اسميهم برافو والله كيفك اذا يسمع. بس اهم شيء انه ما في احد يطلع من الهنجر الان. طبعا اكيد انه ممنوع احد يطلع. تسمح لي فهد بن فارع بس لو بعد اذن عبد الرحمن تسمح لي تسمح لي تعطيني بس اذا بس تسمحون يا شباب انا اسمع الصدى موجود عندي في السماعات هنا. طبعا الجاسوس كان فهد بن فارع شوي الجاسوس كان فهد بن فارع وحنا لعبناها صح ولا منتظر الى الساعه السادسه صباحا لان احنا ناس ما نبي نطلع يا جماعه احنا جايين ننافس على المركز الاول فكنا سريع سريع. الضحايا هم كالتالي الجميل جدا مسفر برميثة انا احسبها شطه هي وش هدي. طيب المبتسم دائما علي الكلثمي حبيب القلب حبيب القلب ركان بن ملهي واخيرا عبد الله الشمري. عبد الله الشمري جابها قبل اعلان الجاسوس حطها طبعا طبعا وين هالحين ما في الان ما في شيء الان احنا نقول خلونا نسمع بس خلونا نسمع تداخل اصوات الشباب تفضل طبعا احنا نقول الان اهلا بالنقاط وحنا سوينا اللي علينا اذا طلعنا اليوم عابر احنا سوينا اللي علينا واذا ما طلعنا عابر راح يكون اعظم جاسوس في هذه المباراه. الله يعطيك العافيه شكرا. يبدو لي ان الاسقاط احترقت سريعا وتم الاعلان عنها. نروح للاتصال. الاسقاطات يوم السبت بعدين. طيب شباب الاتصال الثاني وقبل الاتصال الثاني وقبل نروح لتويتر تم يا شباب اسمعوني تم اعتماد النتيجه لفريق الموج واضافه 1500 بطاقه. الاتصال الثاني جاهز يا شباب يلا 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 شباب يلا اجلسوا يا شباب خلونا نروح للاتصال الثاني. ابشر بجيك بناصر بس حليمه بينقطع الخط بجيك بناصر ابشر بالخير. يلا حليمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بحليمه من وين؟ من البصير.